اكيد طبعا. يعني اول سؤال ازاي هو يعني الموضوع الاول هو كان اعزب مظبوط كده؟ ايوه. حضرتك حفيدته، يعني اشرح لنا القصه بدأ ازاي. بص هقول لحضرتك، هي اخته نعيمه هانم رستم تبقى جدتي. أيوة. والده بابايا. كويس. فهو جدي زكي الله يرحمه، ما اتجوزش خالص ولا عمل اسره ولا حاجه، لان هو بيقول ان طباعه صعب جدا. ما فيش واحده ست في العالم تقدر تستحمله. هو كان بيقول على نفسه كده. هو عارف شخصيته وعارف طباعه وكده، لان هو كان المفروض هيخطب واحده وحبها وكده، وبعدين ما حصلش نصيب، فجات له بقى عقده نفسيه وخلاص بقى، يعني اعتزل الحب والحياه والجواز والفن وكل. بس كرس حياته للفن. هو اتجوز الفن. وراهب الفن وحياته الفن، وهو اتولد فنان ومولود موهوب. بيعشق حاجه اسمها فن. تمام. يعني كان بيقدم كل الشخصيات، سواء الشرير الطيب المتسلط، تحس ان هي دي الشخصيه بتاعته. ده حقيقي.